أحياناً يقوم الأشخاص بعمل أشياء قد تبدو صغيرة وبسيطة، ولكنها في الواقع تحدث الفرق في حياة الآخرين. وبفضل خيرين أمثالكم، يتمكن مركز سرطان الأطفال في لبنان CCCL من تزويد أطفالنا بأفضل العلاجات وأحدثها دون أي كلفة على الأهل وباعتماد كلي على التبرعات. هل تتذكرون صندوق التبرعات والملصق البوستر الذي كان يعرض في بعض البوتيكات المفضلة لديكم، وحيث كان فيها الكاشير يطلب منكم إضافة دولار كتبرع لمركز سرطان الأطفال في لبنان؟ إن مساهمتكم البسيطة ساعدت في جمع 450,650 دولار خلال العام 2015 فقط، بحيث غطت العلاج السنوي الكامل لخمس مرضى بسرطان الدم اللوكيميا والعمليات الجراحية للحقن بالبوليسايت لعشر مرضى آخرين. وهناك من يفضل الالتزام مع مركز سرطان الأطفال في لبنان من خلال تبرع شهري بالقيمة التي يختارها والانتساب إلى برنامج امنح الأمل. فخلال العام 2015 وحده ساعدت تبرعاتكم الشهرية في جمع 360 ألف دولار غطت العلاج السنوي الكامل لأربعة مرضى يعانون من أورام العظام، بالإضافة إلى تغطية التكلفة السنوية لزيارات المرضى إلى غرفة الطوارئ. إلى مواصلة التبرع والتعاطف مع المركز، حيث إن الأمر في غاية البساطة. ومع بلوغ معدل نسبة الشفاء إلى 80%، يمكننا أن نعمل سوياً لمواصلة رسالتنا ومساعدة الأطفال على مكافحة السرطان. فلكم منا جميعاً بمركز سرطان الأطفال في لبنان كل الشكر والتقدير.